السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حلقة جديدة هنكون عن كلب الفرنش ماستيف. اكيد واضح من اسمه هي اساس المنشئ بتاعه هي فرنسا. بيتميز كلب الفرنش ماستيف طبعا زي معظم فصائل الماستيف يعني على عموما. كلب الفرنش ماستيف بيتميز بالضخامة والقوة العضلية زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. كلب بيمتلك قوة عضلية مش عادية، بيمتلك قوة عضلية جبارة بمعنى الكلمة. كلب ضخم بطريقة ما تتوقعهاش. عايز اقولك ان الكلب ده على قد ما هو كده كلب بيتميز بشراسة غير عادية، لكن على حسب الطبع اللي انت هتربيه عليه. الكلب ده لو انت هتجيبه جرو من صغره وهتدربه على الشراسة والحراسة، عايز اقولك انك هتشوف وحش معاك، لان الكلب ده لو ما دربتوش طاعة قبل الحراسة مش هتعرف تسيطر عليه، مستحيل. الكلب ده بيتراوح وزنه في المتوسط من اول 65 لحد 80 كيلو جرام. على قد ما كده الكلب ده وافي مع الاطفال وحنون جدا على الاطفال زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. انت متخيل كلب بالضخامة دي؟ عايز اقولك ان الكلب ده وافي لصاحبه بطريقة ما تتوقعهاش زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. لكن على قد ما كده الكلب ده عنده غريزة تجاه الحيوانات الاخرى مش عادية. كلب يعني ما بيحبش اي حيوان الا اذا كان متربي معاه من صغره زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. هنا عندنا في الفيديو ده مثلا الكلب ومعاه قطة في البيت عادي، لانها متربية معاه عادي يلعب معاه والدنيا تبقى تمام. لكن عايز اقول لك الكلب ده انت لو بتفكر تجيبه كبير مستحيل تعرف تسيطر عليه. بيتراوح زي ما قلنا في الاول وزن الذكر من اول 65 لحد 80 كيلو جرام، والانثى من اول 55 لحد 65 كيلو جرام. بتشيل بطن الانثى الفرنش ماستيف من اول 6 جراوي لحد 10 جراوي زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. الكلب على حسب الطبع اللي بيتربى فيه، لو انت تجيبه وتأهله للحراسة والشراسة عايز اقول لك انك هتشوف وحش. لكن قبل اي حاجة ضروري انك تدرب الكلب ده على الطاعة قبل الحراسة، لانك لو دربته على شراسة او الحراسة قبل الطاعة مش هتعرف تسيطر عليه مستحيل، وممكن يأذيك انت. هو مفيش كلب بيعض صاحبه، لكن هو ممكن يأذيك غصب عنه، لانه الكلب كلاب المستف معروف عنها انها لما بتتحط في موقف الشراسة او الدفاع عن صاحبها بيدافع لحد اخر نفس عنده. انت متخيل يعني ايه كلب بالحجم اللي انت واضح قدامك في الفيديو ده كده بالظبط؟ كلب بحجمه بطريقة غير طبيعية. كلب وزنه بيوصل لـ80 و100 كيلو جرام، في اوزان بره بتعدي الـ100 كيلو جرام. انت متخيل يعني ايه؟ زي ما واضح قدامك في الفيديو كده بالظبط. الوفاء اللي بيمتلكه الكلب ده زي معظم الكلاب عموما، كل الكلاب وفية. وبس كده، دي تكون نهاية حلقتنا النهاردة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا من الحلقة، وما تنسوش تقولولي عايزين الفيديو الجاي عن اي نوع من الكلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.